السلام عليكم ورحمة الله، علي معكم اليوم. اليوم جات لكم فيديو جديد. أنا طبعا صممت ماب حرب عالمية ولسه ما كمل 100%، كملته 80%. طبعا أنا هلا عم سوي تعديلات بالصوت، لأنه صوت المايك اللي عندي مرة تعبان، مايك عادي أبو ريالين. بس المهم إنه هلا نزلت برامج تصفية الصوت، بدي إياكم هلا تقولوا لي شلون الصوت قبل ولا هلا. بس فيلا خلينا نفوت على الجزيرة على طول بدون أي كلام، ومعلش على الاسم التعبان هذا، ملوخية اكسترا كله من هذا عدنان الله ياخده. خلاني اسمي هيك اسمي. قال لي شو رايك تسمي حالك ملوخية؟ قنعني. المهم ايه، طبعا مثل ما شايفين شباب، هذا هو شكل الماب اللي انا صممته. بدي اياكم تعطوني رايكم بالتعليقات، خلينا نشوف شلون. شوفوا الابداع، شوفوا الابداع الاسطوري المعلم عليه. قعد تعب عليه 3 ساعات وطلع بهاي النتيجه. كنت طفشان، قلت خليني اصمم ماب، وهاي هذه هي النتيجه. طبعا شباب انا ودي انشره مشان نلعب سوا انا وياكم، او بس هيك ينتشر بين العرب او اي شيء. المهم بس المشكله ما فيني، لانه لازم يكون عندي 1000 متابع، وانا لا املك الا 140 متابع. وطبعا شكرا لكم انه جبناهم فتره قصيره، بس اتمنى انه يعني نبلش هلا بحمله توصيل علي الى 1000 مشترك. فيلا من اليوم ده نبلش، نحاول خلال اقل من شهر نوصل ل 1000 متابع. ف يعني هذا هو الفيديو اليوم، يعني مثل ما شايفين يعني الماب ما تعبت عليه، بس والله الصراحه شكله جدا، يعني شكل الالوان يعني متناسق وحلو، ما شفت اي حدا مسوي هيك، فيمكن انا اول واحد. بس صح انه الفكره هاي المربعات كلها فشخم عند هاي الحرب العالميه الثانيات، بس اللي هون الالوان وهيك انا اللي مسويها، عرفتوا كيف؟ يعني هو كل الماب انا مسويه، بس يعني الفكره يعني هدول كلهم نفس الشيء، عرفتوا كيف؟ وهذا هو فيديو اليوم شباب، وبس كذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.